كانت مساحة جمعنا فيها بين الكلمة واللحن، وهما دائما وسيلة حب وجمال تمنح الحياة أمل وبشرى وتفاعل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا عبر هذه الظلال، ظلال الأصيل، وهذه الإتكائية الخاصة على قناة الشروق. واحدة من الموضوعات المهمة اللي احنا وجهنا لها في بداية الحلقة يعني حنتحدث عن قضايا المسرح والدراما، واحنا عارفين انه المسرح ابو الفنون السودانية يعني، وابو الفنون عامة في 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 كل مكان، وفي الآونة الأخيرة يعني لم يجد الرعاية الكاملة اللي ممكن يتعافى منها المبدع السوداني الموجود في المسرح السوداني، لا على مستوى الدولة ولا على مستوى المؤسسات ولا القطاع الخاص. سعيدين جدا انه يكون معنا في هذه المساحه مشاهدينا عبد الله حسب الرسول، درامي ومدير للمسرح القومي. سعيدين بك ومساء الخير عليك. اهلا ومرحبا بكم، وسعيد جدا انه نفتح هذا الموضوع عبركم ان شاء الله. انا شاكر لكم جدا هذه الاستضافه. اهلا ومرحبا بك، ويعني في البدايه خلينا ندلف مباشره لهذه القضايا وهذه المشاكل. للاسف يعني احنا المسرح ده اخرج عدد من المبدعين، سواء كان فنانين سواء كان ممثلين، عدد من الكتاب والمخرجين ايضا، ولكن الان حقيقه هو بيواجه عدد من المشاكل ومن ضمنها عدم الرعايه للمسرح. بدءا يعني الحديث عن المسرح القومي هو حديث شجون حقيقة. يعني المسرح القومي واحد من الأوعية الثقافية الهامة جدا في هذا الوطن، يعني منذ تأسيسه 59 ظل بيرفض الساحة الفنية بعظيم الأعمال الفنية، وظل يعني بيعمل في وجدان الشعب السوداني كل اللحن الجميل وكل الصياغة الحلوة من خلال برامج كانت مستمرة. برضو المسرح القومي كان عنده دور كبير جدا في المسألة بتاعت الدراما والتمثيل والفنون التمثيلية بصورة عامة، إذ أنه كان في فترة فاتت بيرفض الموسم المسرحي بسبع أعمال مسرحية سنويا. ما أعرف يعني المسائل بتاعت السياسات في الفترة اللي فاتت كان لها تأثير سالب جدا، أنه أصبح المسرح دار عرض. نعم. وجفف حقيقة ميزانية المسرح القومي، ومن تلك الفترة أصبح لا ينتج أعمال فنية، وبنعرف تماما أنه العمل الفني هو عمل حقيقة محتاج لجهدي متوافر من كتاب ومبدعين وأيضا ناس فنانين يعني. صحيح. ممثلين كل المبدعين مجتمعين يعني. نعم. سواء كان كتاب، مخرجين، ممثلين، سيناريست، كل الذين يقومون بهذه العملية المبدعة، لكن بينقصهم الإنتاج الضعيف، ودي واحدة من المشاكل أنا بفتكر إنها هي. وما في حاجة أصعب على المبدع أنك أنت بتنتج أعمالك فنية وما لاقي جمهور تقدم له هذه العروض والفنون بتاعتك يعني، ودي بتخلي الفنان يحترق في ذاته يعني. المسألة بتاعت الفنون عملية بتاعت أخص وعطاء يعني استمرارية، والفنون هي دائما بتتطور بالتراكم الكمي، والمعرفة ذات بتتم من خلال المشاهدة والحراك المتواتر المستمر. للأسف الشديد هذا الانقطاع خلى في انقطاع حتى في أجيال فنانية المسرح يعني. الآن ناس كثيرة جدا ما بتعرف المواسم اللي قدمت كان فيها شنو، الفنانين الكبار عملوا شنو. للأسف الشديد الأرشيف بتاع المسرح الآن هو ذاته يعني ما خلد للأسف الشديد. وانا ما عاد يعني بتسال انه ليه نحن نكون ام بدون ذاكره يعني، ليه يعني الارشيف ما في وما في ما في تواصل. الفكره بتاعت المجايله يعني، ما في اجيال حتجي في اعمال بتتطلب انه في ناس يكونوا يعني في العمر ذا. نعم. كبار. نعم. متوسطين. نعم. في. نعم. شباب وغيره. نعم. فلازم. نعم. الفكره بتاعت المجايله دي ما بتتم الا باخذ المعلومات من الارشيف اللي ممكن يكون موجود في المسرح، بتكون في استمراريه. صحيح. يعني المساله بتاعت الحياه المسرحيه واستمراريتها ذاتها حقيقة محتاجة أن الناس تدعمها بشكل مختلف. نعم. الآن الواقع شكله بدأ يعني مؤلم جدا في المراحل الأخيرة يعني. صحيح. ودي أنا ما أعرف هي ضمن السياسات اللي كانت يعني الناس انتهجوها الفترة اللي فاتت. كل دور العرض الفني الآن تكاد تكون معدومة أو تكون ما فيش، دور السينمات الآن ما فيش يعني، ما في مساحات على الترفيه ولا مساحات ولا مواعين ثقافية الناس ممكن من خلالها تقوم تبرز أنشطات وأعمالها. غير الأندية الثقافية اللي هي بدأت الآن يعني في بتتحرك، لكن بفتكر أنه حراكة ما إيجابي ما قادر يسهم مسام كبير. نحن في دولة مثلا يعني التنوع الثقافي واحدة من أهم ميزاتنا يعني. صحيح. ما قادرين نبرزه ولا قادرين نشتغل فيه بشكل إيجابي. صحيح. المسرح ده أنا بحزن جدا لما أعرف أنه عندنا مسرح كبير بهذه يعني العراقة وهذا التاريخ القديم، ولكن مهمل تماما.
رغم كده في حاجات جميلة يعني عالقة في الذاكرة. خلينا نطلع نشوف المادة أو الفيديو الموجود معنا عبر هذه الحلقة ونعود. دم ده أنا بطاقة معلم بطاقة يا عارة ولا تعاون وطني زي عند اليوم على يا جلاله تفضل وعلى حيلك حيل كلك بطاقة يا عارة تمام ها بطاقة ممثلين يا نعم ممثلين ممثلين وين تمثيلياتنا كيف يعني؟ تمثيلياتنا كوميديا تراجيديا اذاعه تلفزيون نصنع سراج نصنع ناجين قال مع الاستاذ قال يصلح سراير جديد انا الله يا ابني قال فين قطع من اجل كان نظيف اصلا شفت انا ما بلع كيف ولا الدشه دي شفتها في الكاف وبعد اخش في شيء يا دنيا وين مساكين؟ بتاعنا تمثيل هاتين الجماعة دين؟ هاي الجماعة دين ما كل يوم بيجوا يمثلوا هنا كل ما اجيب لي زول اشغله معي في القهوة ايوه المعنى يعني صبي قهوة ايوه يقوم يقول لي تمثل يصدق يمشي يشتغل معاهم اخذ لي يومين اجيب لي صبي قهوة جديد يقوم يقول لي تمثل يصدق يمشي يشتغل معاهم اخذ لي يومين بس وهكذا دوالي أتحية لكم مشاهدينا ويعني عمل جميل جدا لفرقة الأصدقاء المسرحية واحد من الأعمال الجميلة إلى الآن يعني عنده جمهور كبير جدا ومستمر حتى في بعض الدور في السنين الفائتة وأنا بفتكر إنه استمرارية مهمة جدا لهذه الأعمال وللمجايلة أيضا يعني تكثيف الإنتاج أو المنتوج الدرامي يمكن يكون منفذ من خلال المسرح حقيقة أنا أحيي جهد أخواننا فرقة الأصدقاء المسرحية كان لهم باع كبير جدا في حركة المسرح السوداني وتاريخ المسرح السوداني ودي بتخلينا نتطرق لحاجة مهمة جدا في تاريخ المسرح السوداني وراهن المسرح السوداني الآن واحدة من الحياة السالبة جدا حقيقة أنه كان في المسرح القومي إدارة اسمها إدارة الفرق والجماعات المسرحية هذه الإدارة كانت مهتمة بالفرق الفنية المختلفة وتطور المسرح مربوط دائما بالفرق الفنية المختلفة فمجرد ما وقفت مسألة الفرق المسرحية الآن أو الفرق الفنية طوالي تضاءل معها طوالي مسألة الإنتاج المسرحي لأنه المسرح هو حياة والحياة ما بتتأتى إلا من خلال مجموعة بتكون قادرة تتحاور مع بعض تكون في
تواصل وجداني معاهم، بالتالي الحراك بتاعهم وتطويره للعمليه الفنيه بتكون ايجابيه جدا، ودي بيسهل العمل بتاع المخرجين من خلال رؤاهم الفنيه عبر الشخوص اللي قدامهم بيشوفوا من الفرق الفنيه. والفرق المسرحيه مما انتهت في السودان ظلت الحياه المسرحيه طوالي في تراجع واستمرار دائم. انا بعزي المساله دي لحاجه مهمه جدا، هو ظاهره من الظواهر كانت سالبه جدا، مساله ظهور مهرجانات المسرح. صحيح. ومهرجانات المسرح يعني للاسف الشديد ظهرت مجموعه بتاعت سماسره ممكن اسميهم لمساله المسرح، يعني زول بيجيب قروش وبعد ذاك بيختار مجموعه بتاعت مسرحين ومسرحين بينتهي العرض بانتهايه الفعل المسرحي. وبالتالي ما من خلال كل المهرجانات دي ما في تجويد، يعني انا لما اركز على الرعايه نعم ما ههتم لا بالكواليتي لا بانه حتى اختار شخصيات ممكن تؤدي الدور بصوره وما خلدت حتى اعمال فنيه خالده ممكن نحن نشير لها بالبنان. وبرضو كان في نشاط انا يعني احييهم، مجموعه من الشباب عبر ورش مختلفه بدوا يطوروا في عمليه صناعه الفعل المسرحي وانتاج العمل المسرحي. لكن برضه النشاط انحصر في المناسبات او المهرجانات والمشاركات. صحيح. وده بقود لحته خطيره جدا، انا كنت اتمنى ان نلقي على الضوء مساله غياب السودان عن المشاركات الخارجيه. صحيح. ودي واحده من الحاجات الهامه جدا والتساؤل مهم جدا، انه غيابنا ده بيأثر سلبا. يعني زي ما ذكرت لك اصعب حاجه للفنان انه هو يقوم بينتج اعماله الفنيه ومحتفظ بها في ورق، ما قادر يبريزها ولا قادر يشتغل. صحيح. لانه زي ما ذكرت لك انا بفتكر المثلث ده ما مكتمل، اللي هي العمل الفني والممثل والجمهور. صحيح. دي دائره لابد انها تكتمل، بالتالي نحن ممكن خلال نطور عطائنا الفني وعطائنا المسرحي. هو ممكن يتطور يعني بالحراك المستمر والاهتمام المستمر. نعم. باهتمام الاشياء الاخرى. نعم. الممكن تساهم في الاعمال الدراميه وإبرازها للعالم. أنت مسرحي ودرامي. نعم. وفي ذات الوقت مدير المسرح القومي، وأنا بفتكر إنه دي حاجة كده يعني هتخلي في مساحة كده لأنه الإنسان يكون حزين جدا، لأنه ده الفن اللي هو بحبه، ده الفن اللي هو عايز يقدم من خلاله رسالة، هو الآن مدير المسرح. حقيقة. دي واحدة من الحاجات الحقيقة الواحد بيحس بها يوميا، يعني من خلال واقع ورثناه واقع صعب. الآن بيئة المسرح بيئة صعبة جدا، أنا بشتغل في بيئة المسرح هسه أكثر من سنتين. وبقول أنه حقيقة إذا ما كانت في بيئة صالحة ما بنقدر نحن نجذب لها أي مشاهد أو جمهور. وللأسف الشديد يعني في جيل الآن تقول له المسرح القومي يقول لك المسرح القومي ده وين؟ يعني ما عارفين إنه حتى موقعه وين؟ للأسف. ودي حاجة مؤلمة شديد. نحن هسه بنحاول بشكل آخر أنه نحاول نجذب الجمهور من خلال أعمال فنية، أعمال غنائية، على الأقل يكون في حراك إيجابي في المرحلة الجاية، في حراك وحياة. مهم جدا برضو يعني الفنان ده عفوا لو سمحت لي يعمل في بيئة صالحة. أكيد. في بيئة متكاملة. أكيد. يعني توفر له كل الحاجات البسيطة. أكيد. اللي بتعين المواطن العادي يعني قبل إنه هو يكون. نعم. فنان. وأنت في المكانة دي. ما هي المعيقات اللي ممكن يعني تعيق البيئة العادية اللي ممكن يعيشها الإنسان؟ والله أنا من خلال التجربة في المسرح أنا بفتكر إنه اعتمادنا على المسألة بتاعت الميزانيات ده واحدة من الإشكالات الكبيرة، لأنه السياسيين ديل زي ما بيشوفوا حولهم في شنو وما شغالين بالمسألة بتاعت الفنون دي بشكل أو آخر، يعني هاي ما في بالهم. وبل انه ممكن يحسوا بانه الفنون بالنسبه لهم واحده من الاشكاليات او فوبيا كده بخافوا منها او ما بيقتربوا لها. دي معلش ممكن تكون في فتره بتاعت عصور ديكتاتوريه او حكم بتاع شخص واحد وكده، لكن افتكر ان احنا بنحلم بممارسه ديمقراطيه. والراي مهم جدا في مساله الراي والراي الاخر، ده ما ممكن يتاتي الا من خلال الاعمال الفنيه نحن نطرح ونكون عندنا حركه بتاعت قبول الاخر، امكانيه بتاعت تفعيل واقعنا الثقافي المختلف ده. نحن زي ما ذكرت قبل بنعتمد على إرث كبير جدا، إرث إنساني كبير جدا ممتد. يعني ثقافات السودان متعدد الأعراق متعدد الشحنات متعدد اللغات، ثقافات مختلفة، ودي كلها حقيقة بشكلها إضافة حتى في بيئة العمل المسرحي. نحن بنعتمد على إرث بتاع تاريخ كبير جدا، يعني الحاجي الأسطورة الحياة دي كلها ممكن تكون معين قوي جدا للفعل بتاع المسرح. الناس دائما يقول لك ما في كتاب مسرحيين، في كتاب مسرحيين لكن عملية الإنتاج المسرحي. نعم صحيح. عملية الإنتاج المسرحي المعيقة. كلام جميل. أنا يعني هو جميل في إن إحنا نقدم الرسالة دي. نعم. لكن يعني مخزي شوية في إنه إحنا بنعاني من إنه ما قادرين نقدم أعمالنا الفنية بصورة أوضح وصورة أكبر. دائما ارتبطت الأعمال الدرامية سواء كان مسرحية أو حتى كان إنتاج تلفزيوني بالمواسم،
وللأسف الآن حتى الحاجات الموسمية اختفت تماما من العمل الدرامي عموما سواء كان في المسرح أو التلفزيون. المسألة دي أنا بعزيها للشغل بتاع الإدارات والسياسات الثقافية. نحن والله للأسف ما عندنا أي سياسات ثقافية للأسف. أنا بقول الكلام ده ما في سياسات ثقافية، يعني ما في منهاج أنت بتشتغل على أساسه. صحيح. أي مدير بيجي بحاول يعني ما في مشروع اكتمل اصلا. المشكله وين؟ طيب ليه المشكله بتبقى وين؟ المشكله لانه زي ما ذكرتك ما في سياسات ثقافيه مخطوطه، يعني عاوزين نصل لشنو؟ يعني الاهداف بتاعت البنيه التحتيه والبنيه التحتيه في الاول نحن نبدا بها. صحيح. لو ما كان في رؤى واضحه بالتالي نحن ما بنكون عندنا اهداف واضحه عشان نستمر ونشتغل لها. طيب يعني الان افتكر انه في الولايات في مسارح، يعني اضرب لك مثال بسيط جدا، الان في مسارح بتتبع للمحليات الآن مخزنين فيها الدقيق والحياة، يعني زي مسرح خضر بشير للأسف الشديد واقف تابع لمحلية بحرية أو تابع لمحلية يعني ما قادر يعمل فيه حياة. مسرح كرير الآن متعطل واقف. طيب السؤال الكبير أنه لمصلحة من هذا التعطل وهذا الخراب اللي بيحصل يعني في بنية المواعين الثقافية؟ يعني دي واحدة من الحياة الصعبة جدا، عشان كده السياسي لا ينظر لها ولا يهتم بها كويس. لكن أفتكر أنا من هنا بطلت خلالي مناشدة، يعني مناشدة حقيقة مناشدة لكل الدولة للمؤسسات القطاع الخاص لكل الفئات المهتمة يعني شوفي دائما بقول لك الفراق واحدة من الحياة بتخلي الناس تفكر في السالب أكتر. طيب نحن الشباب ديل إذا كان عندنا مواعين خلونه نستثمر جهده ونستثمر وحده وقدراتهم الخلاقة في أنهم يعملوا ويبتكروا حياة جديدة، بالتالي بنكسب مساحات تاع الزمن نحن محتاجين لها نحن نوظفها في حياة إيجابية أكثر. صحيح. كويس؟ الآن زي ما ذكرت لك السينمات ما في دور بتاعة عروض، ما في أي حاجة. طيب البنية الثقافية حتستمر كيف؟ والمسألة بتمشي كيف؟ يعني أسهل ناس الولايات بيتكلموا عن تهميش الثقافة والتهميش. أنا ما قادر أقدم له أي حاجة. كويس. ده دوري أنا في أنه لابد أن أفعل العمل الثقافي ده، أعكس أعكس المضامين بتاعت الحياة النيدس بتاعت الولايات، احتياجاتهم، رواهم، مشاكلهم الاجتماعية. بقدر بعدك بخلي الآخر يتعرف على الحاصل شنو في كل ولاية أخرى من خلال بيئة بتاعت عمل مختلفة. أنا أفتكر أنه أنا الأوان أنه ننظر المسألة بتاع الثقافة نظرة يعني مختلفة من الشكل بننظره في الفترة اللي فاتت، باعتبار أنها هي ترفيه ما ترفيه واقع واحتياج، يعني صحيح. الناس لابد أن تشتغل فيه بشكل إيجابي. صحيح. يعني الكلام ده بخليني برضو أنا أجيب في حتة بتاعت الإنتاج الخاص وإضافته للدراما السودانية، تطوير المسرح السوداني، يعني إلى أين الإنتاج الخاص؟ والله حتى المسألة بتاعت الإنتاج الخاص الآن دخلت في إشكاليات كبيرة جدا، يعني الآن إذا عندك أي عمل فني عاوز تقدمه أو عمل درامي عاوز تقدمه تقدم لأي قناة للأسف الشديد يقول لك شوف لنا رعاية. يعني أنا أسعى أنه أجود العمل الفني ولا أسعى أني أفتش رعايات للعمل؟ بالتالي أنا ما حأجود، حكون بفتش الرعاية. عشان كده بتبقى بعد ذلك ظهرت ظواهر بتاعت أعمال فنية أو ظهر وجوه فنية مختلفة، ما قادرين نضبط المسألة دي، ودي واحدة من الحياة الهامة جدا. لابد أن المهنة دي تضبط وبالتالي يكون فيها بوليسي محددة أو سياسات معينة، فأنه نحن نقدر نصل بها لأهداف أو قيادات إيجابية. يعني فهو فعلا أنا إذا مشيت لجهة ما عشان تعرض لي عمل ما وودت نشر، فأنا ما حكون مهتم أنه أنا يعني أدي الحاجة دي بالجودة 100%. نعم. يعني هشتغل بربع كده او بنص كده يعني كان اذكر عدد كبير جدا اخوان المخرجين، واحد بيقوم جاي للعمل بتاعه يوديه يقول لك شتش الرعايه، بعدك وزاده بيشتت هل هيفكر في وضعه شغله الفني وتجويده ولا بعدك انا ابحث عن الرعايه، وبعدك الفكره هتكون ها الرعايه هتكون الرعايه بتاعي كم حتغطي ممكن تدخل لي يعني الرعايه ذاتها في شكل العمل وتغير لي فيه حاجات. نعم نعم دي اشكاليه حقيقيه يعني. طيب برضه رغم كده لكن في اشراقات بدات تظهر في العمل الدرامي، احنا بنتابع السوشيال ميديا طبعا. yes. غير المسرح. yes. في اشراقات yes. واضحه وظاهره بالنسبه حتى للشباب واعمال الشباب. yes. صح. نحن عايزين نطور الحاجات دي. طيب. عايزين نهتم بها، وممكن يعني نقول للمسرح تبقى في مسرحيات، تبقى في اشياء جميله جدا، طالما انا بنتج عبر السوشيال ميديا ممكن انتج في المسرح. نعم نعم نعم. طيب انا دار اقول حاجه مختلفه، يعني الشغل هسه قاعد يتم عبر السوشيال ميديا ده هو حقيقة بعزز حاجة إيجابية، أنه بيبدع ليه أو بيبتكر ليه الفنان أو بي يعني بيبدع الفنان النجم بنج. أيوه. يعني بيصنع ليه النجم. صحيح. طيب أنا أقدر أوظف النجم ده كيف في أعمالي الفنية الجاية؟ صحيح. كويس ده السؤال. لكن المسألة الثانية، هل الحياة بتاعة السوشيال ميديا المختلفة دي بعض مرات أنا ما أقدر أضبط الكواليتي بتاعتها أو الأهداف بتاعتها أو المضمون بتاعها كويس؟ فبتبقى بعد نعرف فيها الشغل الغص وفيها الشغل الإيجابي. الإيجابي طبعا الناس بتتقبل وبتمشي بولا قدام، لكن زي ما ذكرت المسألة بتاعت الإعلام هي سلاح ذو حدين، فيها الشيء الإيجابي فيها الشيء السالب.
انا دار اوجه كل الطاقات لمسألة البناء والمعرفة يعني. طيب انا يعني برضو دار اجيب في الحتة بتاعت يعني واحدة من الاشياء المهمة جدا، في شراكات قد تحدث، يعني انا ممكن اكون ما قادر اعمل حاجة لكن يجيني شريك يعمل معاي في العمل ده، وبنشوف يعني في كثير من رجال الاعمال مثلا بيدخلوا في اعمال درامية، يا ريت، وممكن يعني الشريك ده يمكن يكون عنده بطولة برضه في العمل ده لانه هو اللي بيدفع مثلا، او ممكن يكون ما ظاهر ما نجح الحاجة دي. هون احنا طبعا في السودان عندنا عادة ربنا يعني يتخرينا منها، المسألة تحت التقليد والمحاكاة، يعني في زول عمل شغل نجح تاني كل الناس بتمشي، زول مثلا عمل له طاحونة كل الناس حتتجه للمسألة دي. انا داري اوجه الناس انه ينظروا للمسألة الايجابية في الشغل بتاع الانتاج بتاع الفنون. انتاج الفنون مثلا صح مكلفة، لكن بعض مرات الريع بتاعها بيكون عالي جدا، وده يعني بندعو رجال الاعمال والناس بتاع القطاع الخاص فانه يدخلوا هذا المجال ويتعرفوا عليه من خلال وحتى الشركات الممكن يعني الشركات الممكن تقدم مع جمهورية مصر العربية. نعم نعم، تعمل شيء إيجابي كبير يعني. صحيح. تعمل شيء إيجابي كبير. صحيح. وهذه الشركات طبعا هي قديمة جدا يعني. نعم. منذ القدم احنا زي ما عارفين الفنان الراحل المقيم سيد خليفة يمكن قدم عدد من الأعمال الجميلة يعني المنبى السوداني، وعدد من الأغنيات اللي هي للآن موجودة في عدد من الدول خارج السودان وبيحفظوها يعني وبيرددوها وبيحبوها جدا جدا. وأنا من المساحة دي بدعوك أنا وإنت وكل المشاهدين، وبشكرك على حضورك ونستمع لإنت أجمل زهرة لدي. خليكم معنا.